الراديو 90 90 هواها مصري. ماشي تعالوا بقى نقول ابراج عشان خلاص ما فاضلش وقت خالص ولسه في اغنيتين ثلاثه عايز العبهم مش عارف ازاي بس يلا ربنا يسهل. يلا برج الاسد بيقول تنازل عن غرورك. برج الميزان بيقول فتره من الهدوء والاستقرار. برج الحوت بيقول فرصه سفر. وبرج القوس بيقول اهتم بعملك. برج الجدي بيقول تتلقى مساعده في عملك. برج العقرب بيقول تشعر بالارتباك. برج السرطان بيقول اهتم باسرتك. برج الجوزاء بيقول انتصر على مخاوفك. برج العذراء بيقول حياتك تتغير. برج الحمل بيقول لا تعطي كل وقتك للعمل. وبرج الثور بيقول تقابل شريك الحياه المناسب اليوم. برج الدلو بيقول واجه مشاكلك وحلها. وكده نبقى قلنا كل الابراج. طيب تعالوا نقول النهارده برج القوس كده بالتفصيل. نشوف برج القوس النهاردة اللي هو بيقول اهتم بعملك. اهتم بعملك. طيب برج القوس على المستوى المهني حاول الاهتمام بعملك ولا تتكاسل وحافظ على وقتك لأن الوقت من ذهب. على المستوى العاطفي اهتم بشريك حياتك فهو يستحق منك الكثير وشاركه أفكاره وحبه للحياة فهو يساعدك على تخطي كل الصعاب. طبعا أنا متأكد أن الكلام ده بلح. برج القوس على المستوى الصحي تشعر بألام في جسمك بسبب الوزن الزائد فحاول أن تمارس الرياضة وخاصة المشي. توقعات علماء الفلك لمولود برج القوس الفترة المقبلة أنت إنسان ذكي فاستغل الفرص لأنك غير مستعد لضياع الوقت دون فائدة. ده كده برج القوس بتاعنا النهاردة قلناه بالتفصيل.